الشاب المسلم في حواره معي كان سبب عودتي إلى الله بهذه الكلمات. لخص ميخائيل شغوبي السكي أو محمد المهدي قصة عودته إلى الله واعتناقه الإسلام. محمد المهدي كان شابا يهوديا من غالات الشباب المتطوف وأحد المستوطنين المشهورين بكراهيته للإسلام والمسلمين. كان مثله الأعلى الإرهابي اليهودي منفذ مذبحة الحرم الإبراهيمية الشهيرة في عام 1994 والتي راح ضحيتها عشرات الفلسطينيين الذين استشهدوا خلال تأديته الصلاة. لكن قصة فريدة من نوعها بحسب صحيفة معاريف العبرية كانت السبب في اعتناقه الإسلام. محمد المهدي من أصل إذربي يبلغ من العمر 52 33 عاما ينتمي إلى عائلة يهودية كبيرة في إذربيجان. جاء ضمن حملات التهجير اليهودية للكيان الصهيوني في عام 1993 ورغب في أن يقيم بمستوطنه وأصبح من أهم الناشطين في المستوطنة وذاع صيته سريعا فانضم لحركة كهانة حي المتطوفة. يقول المهدي عن هذه الأيام: كنت أريد أن أنفذ مخططاتي في كراهية العرب والمسلمين التي تربيت عليها في بيتي في إذربيجان ونمت في كريات أربعة. ويلتقط المهدي أطراف الذكريات القديمة حامدا الله على عودته إليه فيقول: كنت أنوي تنفيذ عملية انتحارية داخل أحد مساجد مدينة الخليل لقتل المسلمين وهم يؤدون الصلاة كما فعل جولدشتاين. يقول محمد المهدي: قبل إسلامي وعقب تنفيذ المقاومة الفلسطينية لعمليات داخل إسرائيل جلست مع عدد كبير من كبار المستوطنين وقلت لهم: تكتبون الموتى للعرب على جدران منازلكم أو متاجركم، وهذا لا يعني شيئا. إذا كنتم تريدون فعل شيء فعلينا أن نذهب وأن ننتقم منهم إذا كنتم رجالا. هلموا نذهب لمدينة الخليل نخلها ونقتل من فيها. يقول المهدي: رغم كل ذلك كنت في داخل متمرد عليه ويساور مني الشك في أشياء كثيرة خاصة حقيقة هذا الكون، فلم تكن إجابات الخامات على أسئلتي تقنعني في غالبيتها، خاصة إذا ما تطرق الحديث عن الديانات الأخرى وعلى رأسها الإسلام. يكشف المهدي تفاصيل بعد ما يدور في مجتمع الحاخامات وعلاقته بالإسلام بالقول: لقد اعتاد الحاخامات دائما على سب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل حديث حوله أو حول الإسلام. ويمضي المهدي يحكي قصة عودته إلى الله في هذه الأثناء. قبل 3 سنوات
تعرفت بالصدفة على شاب من مدينة الخليل يسمى وليد زلوم، جاءني لإصلاح سيارتي. وعندما تأكدت من أنه مسلم رفعت السلاح في وجهه وهددته بالقتل والفتك، لكنه بدأ متماسكا هادئا فدعاني إلى الحوار الحقيقة. لقد كان أسلوبه عاقلا وأخلاقه حسنة، يؤكد المهدي أن الحوار امتد مع الشاب الفلسطيني، مؤكد أن هذا الشاب كان هو سبب الانقلاب في حياته الذي حدث بعد عامين من هذه المقابلة. ظل خلالهما يبحث في أمور الدين الإسلامي بنفسه، فيقول: بدأت أدخل في أعماق الإسلام بعد أن اشتريت معاجم لغة عربية لتعلمها أن يعلمني الصلاة، وتعلمت أكثر وأكثر حتى إنني شعرت بأني أسبح في محيط الحقيقة التي تمكنت من العثور عليها، وشعرت بأنني ولدت وهذا الشيء بداخلي. وفي النهاية نطق لساني أشهد أن لا إله إلا الله. ويحكي المهدي قبل بمضايقات لا يمكن وصفها من قبل المستوطنين، فخشى على حياته تاركا المستوطنة وعائدات الأصلي أذربيجان، لكن لم يكن الوضع في بيت أسرته مختلفا عن وضعه في المستوطنة اليهودية، فقد رفض والده استقباله وهو مسلم، فقرر العودة مرة أخرى، لكن هذه المرة قرر العودة إلى فلسطين، تحديدا في قرية أبو جوش داخل الخط الأخضر القريبة من القدس المحتلة. المهدي ينهي حواره لمعارف بحمد الله على نعمة الإسلام والرجوع إلى الله وتكوين أسرة مسلمة تضم وزوجته سبينا وأربعة من الأطفال، هم يعقوب عبد العزيز وعيسى عبد الرحمن وهي بنت محمد ومريم بنت محمد، يوجز محمد المهدي. أمانية في رغبته في تغيير اسمه الأول في بطاقة هويات الإسرائيلية، لا شيء إلا لرغبته في حج بيت الله الحرام العام القادم، خوفا من أن تمتنع السلطات السعودية من السماح له بالدخول بسبب اسمه الأول في الأوراق الرسمية ميخائيل، ويرغب في تعليم أبنائه في مدرسة إسلامية تهتم بتحفيظ القرآن الكريم وتربية الأطفال على المنهج الإسلامي القويم. ولم يفت المهدي أن يعرب عن أمنيته الدفينة بالصلاة في المسجد الأقصى بعد أن يسترده المسلمون، وأكد أن النصر سيكون للمسلمين في نهاية المطاف. بالرغم من كل مشاكل الأمة الإسلامية في العصر الحالي، وبالرغم مما يحدث لإخواننا في غزة المحتلة، يؤكد أنه تأثر كثيرا بالاستقبال الحار الذي لقيه من جيرانه الجدد في الخليل رغم جذوره اليهودية. وقال لمراسل وكالة فرانس بريس الذي زاره في منزله: كنت مستوطنا متطرفا ومعادي لهم، لكنهم عملوني كأخ وقدموا للمساعدة، والواقع أن حياته في كريات أربع صارت شبه مستحيلة.
بعد إشهار إسلامه وزواجه من سبينة المسلمة التي لها منه 4 أولاد كما ذكرنا. وقال أن المستوطنين هاجموني مرات عدة ورشقوا منزلي بالحجارة وكتبوا شعارات على جدرانه تدعوني إلى الرحيل. وأضاف أينما كنا نتوجه كنا نتعرض لمضايقات لأن زوجتي كانت ترتدي الحجاب وتعرضت مرارا للاستجواب من قوات الأمن، ولكن ما يهمني أن أولادي اليوم مسلمون ويتبعون الدين الذي أختر ويقر بفضل صديقه وحيد ظلوم صاحب الجراج الذي جعله يهتدي إلى الإسلام. قال ذلوم: عرفت منذ البداية أن هذا الرجل طيب في أعماقه بخلاف أي مستوطن يعيش في قريات 4، وتابع تحديته في أحد الأيام وقلت له: إما أن أصير يهوديا على يديك وإما أن تصير مسلما على يدي. وبعد 6 أشهر من المناقشات اهتدى إلى الإسلام في هذا الإطار. يوضح محمد المهدي: أدركت أن الدين اليهودي فيه كثير من التناقضات، وأن الإسلام الحكمة والحقيقة. لقد اهتديت لأنني أبحث عن الحقيقة، ذلك هو السبب الوحيد. صحيح أن ميخائيل صار محمد المهدي، لكنه ليس قادرا على التخلي عن كل إرثه اليهودي. فوش نجمة داود على إحدى يديه سيظل يذكره بأنه كان يهوديا رغم أنه يواظب على أداء فريضة الصلاة في مواعيدها وتلاوة القرآن. هل يطمح اليوم إلى دولة فلسطينية مستقلة؟ يجيب محمد: كلا، بل إلى دولة الخلافة الإسلامية، على أنك تكون عاصمتها مدينة القدس المحررة إن شاء الله. فنسأل الله لنا وله الثبات. دمتم بخير. لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة جميع أصدقائكم فالدال على الخير كفاعله. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهال علينا نورا. ويوم اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز ومن الجبن ومن ضل الغلاء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعلنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.